ألو، اتفضل. السلام عليكم وليد اسماعيل. ايه، قول تاني كده. السلام عليكم وليد اسماعيل. لا، قولها تاني كده، معلش. السلام عليكم وليد اسماعيل. وعليك السلام يا حبيبي، اتفضل. يا حميراء لا تكوني فاحشة. يا حميراء لا تكوني فاحشة، قول لنا الحديث كده من أوله. طيب، هسه انا قلت لك هيك بعد انت بتفهمها. لا حضرتك، قول لنا الحديث كده من أوله بس، ما أنت عشان أنت معلش يعني لا مؤاخذة هم استحمروك فما قالوا لكش إلا القطعة دي من الحديث، لكن قول لنا الحديث من أوله، اتفضل. لماذا غلبك الوجع؟ يا باشا سيبك من الوجع دلوقتي، خلينا في الحديث الأول، قول لنا معلش كده بداية الحديث. لماذا غلبك الوجع يا مولاي اسماعيل؟ روح ليش يلا يا تتعصب؟ هبل، روح يلا يا هبل، لا اودي امك موت، امشي يلا جري.